إلى اليونان، حيث حذرت الحكومة اليونانية مواطنيها من الخروج إلى الغابات والمحميات الطبيعية بسبب تزايد مخاطر اندلاع حرائق الغابات جراء موجات الحر الشديدة التي تضرب عددا من المناطق في العالم. السلطات دعت السكان والسياح أيضا إلى تجنب السفر غير الضروري مع توقع طقس حارق في الأسبوع المقبل. أيضا تظل اليونان في حالة تأهب قصوى للتعامل مع النتائج الصحية وحرائق الغابات، وتظل فرق الحماية المدنية جاهزة وتراقب عن كثب نشاط الرياح الذي يمكن أن يؤجج ألسنة اللهب في حال اندلاع أي حريق. من العاصمة اليونانية أثينا ينضم إلينا مراسل قاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. إذا أحييك عبد الستار، وهي موجة حر كبيرة أثرت على اليونان حتى لذلك دفعت السلطات إلى التحذير بهذه الموجة، فكيف تبدو التفاصيل وماذا حتى عن المواطنين والسياح تجاه تحذيرات اليونان؟ نعم حساني، بعد التحية أتحدث إليك من هنا من مكان من معبد الأكروبوليوس، أشهر وأول مكان أثري في اليونان، يعتبر وجهة أولى للسياح من مختلف دول العالم. السلطات اليونانية أغلقت هذا المكان بالأمس من الساعة 12 ظهرا حتى 5 عصرا بسبب موجة الحر الشديدة، ولكن اليوم يعني درجة الحرارة انخفضت بعض الشيء درجتين إلى 3 درجات بسبب بعض الرياح، ولكن الرياح هذه تتسبب في إشعال الحرائق في الغابات وخوف شديد جدا من قبل السلطات لإشعال الحرائق. وأيضا قبل قليل سمعنا أن هناك حريق بالقرب من أثينا منطقة كراتيا في الغابات، وأيضا أمس وأول أمس السبت والأحد كان هناك 46 بؤرة حريق في أماكن مختلفة من اليونان، ولذلك السلطات حذرت المواطنين من الدخول إلى أماكن الغابات من إشعال نيران، من استخدام أي شيء يتسبب في إشعال النيران، وأيضا دعتهم إلى يعني الملابس خفيفة، وأيضا عدم أكل الأكلات الثقيلة واستخدام المياه. أشكرك على هذه التفاصيل من أثينا باليونان عبد الستار بركات، شكرا لك عبد الستار.